الحلقة من الحياة الرياضية. الموضوع ديال اليوم طبيعة الحال اللي اختاريناه وهو إقصاء اللاعب حكيم زياش من طرف هيرفي رونار حل بالفريق الوطني طبعا ليحل محل الزكي الذي أوقيده بطرق غامضة ما عرفناهاش، ولكن هذا اليوم اللي كيهمنا هو لماذا أقصي زياش. طبعا الجماهير المغربية كتعلق انتظارات كبرى على المنتخب الوطني الذي غاب عن هذه الإقصائيات يعني منذ زمان، وطبعا المغاربة يعني لهم أمال ويعلقوا أمال على هذا الفريق الوطني المكون من المدرب الجديد هيرفي رونار. بعد تربص يعني قصير كتفيدنا الأخبار اللي جاتنا من دبي على أن هناك يعني لاعبين أصيبوا مؤخرا، ومثلا مثل طنان وبالهندا والمرابط وسفيان بوفال. إذا هاد يعني اللاعبين اللي طبعا عندهم مكانة كبيرة والآن ما غاديش يشاركوا في البطولة أو في الكان 2017. إذا المدرب طبيعة الحال عنده التصور دياله وعنده الاختيارات دياله ديال اللاعبين، لكن هاد الاختيارات اللي حتى الان اللي عملها سي هيرفي رونار كتدخل بعض الشكوك والالغاز وكتطرح عده علامات استفهام. بمعنى كيفاش يمكن له يرفض واحد اللاعب بحال حكيم زياش اللي كيصنع الالعاب ديال اجاكس امستردام واللي اختير كذلك احسن لاعب في البطوله الهولنديه لسنه 2016. هل يعقل هذا؟ وكما جاء على لسان يعني المحلل الهولندي الشهير المدير ديال انترناسيونال فوتبول ديركسن اللي سبق ليه وصرح عده مرات على ان الشبان من اصل مغربي والمنضويين في البطوله الهولنديه غير صادقين مع وطن تولدوا فيه وترعرعوا فيه إلى أن أصبحوا نجوم، ثم يختارون بعد ذلك بلد لم يقدم لهم أي مساعدة في هذا الصدد المغرب. إذن يضيف كذلك أن هاد اللاعبين هاد الشباب غير وفيين لهولندا ولا يجب أن يكونوا محط الثقة. قال هذا ومعه يعني شخصيات أخرى رياضية معروفة في الساحة الهولندية وفي برنامج كبير، برنامج تلفزي يخص يعني الرياضة وعنده واحد نسبة ديال المشاهدة كبيرة. يمكن لأي متتبع في البطولة الهولندية يعرف مدى قيمة اللاعب حكيم زياش، وأنا لست هنا للدفاع عن حكيم زياش، ولكن أنا هنا قصد إعطاء الحقيقة كما هي. من خلال الوسائل الهولندية وحتى الأوروبية بصفة عامة وبعض المحللين والمدربين الهولنديين الأوروبيين كانوا كيتمناو باش حكيم زياش ينضم للفرق ديالهم، لأنه يعني لاعب عنده كاليبر كبير، لأنه كيصنع الحدث في أي مقابلة، ولأنه كان عميد فريق تفينتي والملتحق بأجاكس أمستردام فهو الآن صانع أمجادها في البطولة الوطنية. إذن لما هاد الإشكال ديال حكيم زياش في الوقت اللي بغاه خيس هيدينك وبغى يضمو للمنتخب الهولندي، وبعد الانضمام ديال حكيم زياش للمنتخب المغربي، وطبعا الجهود ديال هولندا والكل يعلم ذلك على أنهم يعني بأت بالفشل، وأن السي زياش قال لهم بالحرف باللغة الهولندية على أنه اختار ما أمله عليه قلبه. إذن طبعا هو حر يلعب مع هولندا أو يلعب مع المغرب، هذه ماشي إشكالية، يعني الشاب يختار فين يلعب بكل حرية. لكن اللي بغيت نقول هذا اليوم في هذا الموضوع ديال حكيم زياش، الذاكرة عادت بيا في الفترة ديال الخطابي والبخاري اللي حتى هما لعبوا مع المنتخب الوطني، فكما قالوا هما انفسهم انذاك في هذا البرنامج النت
على اساس انهم جناوا على انفسهم. كذلك يقولوا ولعبنا مقابلتين او ثلاث ثم خواو بنا ارماونا. قلنا لا باس، ربما كانوا هناك يعني لاعبين كبار منهم ولكن ما فيها باس. لكن كذلك ياتي زمن افلاي ابو الحروس. طبعا الكل كان يتمنى باش افلاي ابراهيم افلاي وخالد ابو الحروس يلعبوا مع المنتخب الوطني، لكن لم يحصل. لماذا؟ بكل بساطة وجمال فتحي جمال شاهد على ذلك، على أن التواصل ما كانش هناك تواصل مع هؤلاء اللاعبين. يعني لأن دائما هذاك التواصل ما بين مسؤولين مغاربة مع أبناء الجاهلية بالخصوص في هولندا وألمانيا كيكون عسير. لماذا؟ لأن أنا أتساءل بعد وكنقول أين يكمن الخلل في هذا المسار الكروي لأبناء الجاهلية المغربية وبالخصوص المقيمة في هولندا. كنتصور في التقدير ديالي للأمور انه لم يتمكن لا هنري ميشيل ولا إيريك هيرتز ولا هيرفي رينار من الوقوف على مكمن الخلال، لان هذا المشكل ديال اللاعبيه المغاربه كان دائما حاصل. اذا لانه هاد الناس المسؤولين مازال ما يتمكنوش من الاخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي واللغوي اللي كاين عند هاد ابناء الجاليه الناطقين، وخصوصا غير الناطقين بالفرنسيه. وكنعرفوا على ان يعني الفريق الوطني والناخب الوطني وكل ما حوله هو يدور حوله الا هو مفرنس. عبر هذه الفترات ديال التواصل والتحاور مع هاد الشبان المنحدرين سواء من الريف ولا من بركان ولا شرق المغرب، يعني هما متبتين بالهويه ديالهم الامازيغيه الحقيقيه، وكذلك في بعض الاحيان يحسون بالغربه داخل المجموعة يعني الفرنسية المنتخبة اللي كيكون المدرب اللي على رأسها فرنسي. وأنه في تقديري مشكل اندماج معاكس لهؤلاء يعني شبان هذه الفئة اللي كتجي من برا كتلعب مع يعني المنتخب المغربي، ثم كيحصل لهم عدم اندماج لان في المنتخب المغربي ليس هناك تواصل باللغه ديالهم بالثقافه ديالهم، ثم هناك يعني جو عام مفرنس كيسود على هاد المنتخب. طبعا في الوقت اللي كنشوفوا صحبه يعني الناخب الوطني هناك مساعدون، لكن مع الاسف كنلقاهم كذلك حتى هما مفرنسون. كنلقاو كذلك الطبيب كيتكلم الفرنسيه ولا يتكلم لغه اخرى، كنلقاو كذلك المدربين يعني كيتكلموا اللغه الهولنديه ولا يتكلمون اللغه يعني الفرنسيه ولا يتكلمون الهولنديه، وبعضهم ضعيف حتى في الانجليزيه. اذا كيبقى لهاد الشبان كيبقى لهم يعني مشكل كبير ديال التواصل. ناهيك عن بعض الامور اللي ذكروها ما يخص يعني هناك واحد النوع من العنصرية داخل يعني الفريق أو المنتخب الوطني، لأنه احنا في ومعروفة هذه القضية وأنا لا أتزايد. يعني كاين ناس اللي كيكونوا جايين من فرنسا عندهم ديك الحمولة الفرنسية وكل شيء سهل عليهم مع المنتخب مع الجو ديال المنتخب بالفرنسية، كيلقاو هاد الدراري هادو نفوسهم غرباء في واحد المنتخب اللي ما كيتفاهموش فيه مع الاخرين. اذا هذه هي المفارقات اللي في الحقيقه كاينه بعد الاقصاء ديال زياش. انا نقول ونعاود، لا يعقل لشي مدرب عنده كاليبر ديال زياش وما يخليهش في الفريق الوطني. انا اعتقد ان هيرفي رونار ما خداش بعين الاعتبار، لان هذا القرار خداه قبل ما يعني يكونوا عنده المصابين بعطاب، يعني هاد اللعبه اللي ذكرت. ولكن الان في اعتقادي انه نادم، لان صانع يعني بالخصوص في وسط الميدان فزياش عنده طريقته وعنده يعني واحد ليليغونس في اللعب ديالو. علينا هاد المساله عشناها طبعا، دائما كانت مشاكل، وهاد المشاكل شفناها من البخاري مع هوري ميشيل، تعرفت مع خيرتس،
وزياش اليوم مع هيرفيرونار، واش حنا كل ما كان عندنا يعني مدرب اجنبي الا وعنده مشكل مع شي لاعب جاي من برا، اذا ربما يكمن الخلل في المدرب اللي ما كاينش يعرفش يتعامل مع ثقافات اخرى، او هذاك الكبرياء ديال يعني الفرنسيين او فرنسا والمفرنس الى اخره، ربما كتطغى كثيرا في هذا الجو. هذا على اي اقول، هل يمكن الان وبعد ما حصل لحكيم زياش يعني نشجعوا هاد الشبان ديال الهجره المتالقين في النوادي الهولنديه بحال اجاكس وفاينورد واتريكت وهيرفين واندوفن وغيرها؟ هناك شباب كاينين الان، هاد الشباب اللي كيشوف على ان المدرب جرى على حكيم زياش، واش غدا يمكننا نقول لهم الشباب مرحبا بكم تلعبوا مع الفريق الوطني المغربي؟ اذا خصنا نفكروا اذا كنا باغيين فعلا نحفزوا هاد الشباب باش يلعب مع المنتخب الوطني، فخصنا ننزلوا عندو الارض ونذكروا معهم ونشوفوا الامور البيداغوجيه ثم التربويه اللي يمكننا نكسبوا بها هؤلاء الشباب. وبغيت نقول على ان القضيه ديال افلاي وبوالحروز وقتها، الان كنفهم بلي افلاي وبوالحروز عندهم الحق، عندهم الحق لانه كانوا كيدافعوا على مصيرهم على الخبز ديالهم، لانه باش تلعب يعني مقابله او زوج مع الفريق الوطني ثم يجي مدرب ويرميك، هذه يعني غير مقبول مرفوض. وانا كنطرح من خلال هذا البرنامج اسئله اللي كيسهروا على هذه الكره واللي فاهمين الكره واللي كيديروا رسالهم فاهمين الكره باش يكون عندهم جواب، او لا باش يحتاطوا في المستقبل ويكونوا عند نزول الرغبه ديال الشبان ديالنا في المهجر. الى اللقاء.